للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. هذا البرنامج عبارة عن إيش؟ حلقة وصل بيننا وبينكم مستمعين الكرام. اللي عنده أي ملاحظة، عنده أي شكوى، عنده أي اقتراح ممكن أن يساهم في تطوير خدمات هيئة الصحة اللي تقدمها في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة أو عبر مستشفياتها الأربع الرئيسية اللي هي مستشفى راشد، لطيفة، دبي، أو مستشفى حتى، اللي عنده أي ملاحظة، عنده أي اقتراح، الباب مفتوح قدامكم على 600-55-1414. أما سؤال المسابقة بتخبركم عنه الدكتورة بدرية الحرمي اللي هي بترافقني اليوم في حلقة صحة وسعادة يوم الخميس. صباح الله بالخير دكتورة. صباحك النور والسرور، صباح الحب والإيجابية لدولتنا الحبيبة والجميع مستمعينا ولك أخوي محمود. سؤالنا اليوم شو يقول دكتورة؟ إنزين، سؤالنا اليوم وايد سهل، ركزوا وياي شوي. من الأعراض التي تظهر في الفم ولا يجب تجاهلها: 1- اصفرار الأسنان، 2- نزيف اللثة، 3- أسنان غير منتظمة. جاوبونا على الرسائل النصية 4006. بس الرسائل النصية بس اللي على الانستغرام يا جماعة الخير طرشول على 4006. إن شاء الله الفائز بيفوز معانا ب 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. طبعا ما دام يبنى طار الانستغرام يعني نحن نتكلم عن السوشيال ميديا، فعشان جي دكتورة مناخذ معانا أختنا أسمى الجناحي اللي هي ماسكة السوشيال ميديا أو الإعلام الاجتماعي الخاص في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أسمى. صباح النور أسمى. صباح النور، صباح الخير دكتورة. شخبارك أسماء؟ تمام؟ تمام الحمد لله. يلا خبرينا أسماء، شو اليوم عندك من أهم الأخبار؟ عندنا وايد أخبار حلوة. أمس كان يصادف يوم زايد لعمل الإنساني، وكان عندنا فعالية لتبرع بالكثير من الأشياء الأساسية لأصحاب الهمم وأكبر السن من ذوي الدخل المحدود. ما شاء الله، هذا واحد. ثاني شيء كان عندنا زيارة أمس من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وحضور اللواء عبيد مهير بن سرور للمركز، مركز ملتقى الأسرة مع الموظفين، وكان يوم وايد ممتع مع كبار السن، لعب كيرم وغيره. يا سلام. بعد بمناسبة يوم زاد العمل الإنساني نظمت إدارة التغذية فعالية لأصحاب الهمم تدخل الفرح والسرور والسعادة لهم تحت شعار همكم همتنا. أسماء تدرين أنتوا لو تسوون بطولة عالمية حق الكيرم ويجيب أمي عادي تأخذ البطولة؟ ما شاء الله. أنا لعبت مع أبوي واحد من آبائنا الموجود وبعد غلبني. زين والله. غير هذا أن حتى أمس كان يصادف اليوم العالمي للمتبرع بالدم، وكنا مركزين على الحملات التوعوية أو النشرات التثقيفية عن التبرع بالدم. بس هاي معلومة وايد مهمة بقول لكم إياها، أن مريض السرطان يحتاج إلى نقل كريات دم الحمراء وما يقارب 8 وحدات علاجية من فصائح الدم أسبوعيا. فتخيل كم مريض السرطان موجود ويحتاج فصائح الدم والدم. وعشان كذي دائما نقول حق الناس تبرعوا بشكل مستمر، لأن دائما هناك ناس يحتاجون لهذا الدم. إن شاء الله نحن اليوم نركز على هذا الموضوع بعد في حلقتنا بنتكلم عنه إن شاء الله. لكن قبل أن نختم معك أعطينا رسالتنا الإيجابية لليوم. ورسالتنا اليوم: ادعم يوم الخميس ختاما لأسبوع مليء بالإنجازات التي خططت لها، فهو لأنه الخميس الونيس. لأنه خميس الونيس صحيح. زعيدين لي إياها مرة ثانية، سامحيني أنا قاطعتك.
اجعل من يوم الخميس ختاما لأسبوع مليء بالإنجازات التي خططت لها، وابدع عطلتك وأنت مرتاح البال. يا سلام، شكرا لك يا أسماء. شكرا يا أسماء. العفو. إذن كانت معنا عبر الهاتف أسماء الجناحي، مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. يقول في دراسة حديثة الصيام يقي من الأمراض المزمنة ويؤخر الشيخوخة. كشفت دراسة علمية حديثة أن خفض السعرات الحرارية بنسبة 25% يمكن أن يساعد على إبقاء الشباب ويمنع ظهور الشيخوخة، والصيام قد يساعد على ذلك إضافة إلى الوقاية من الأمراض المزمنة. طبعا مؤلف الدراسة اللي هو دانيال بيلسكي، الدكتور دانيال يقول وهو الأستاذ المساعد في جامعة ديوك الأمريكية، أن الشيخوخة البيولوجية هو أمر تدريجي للنظام في الجسم ويحدث مع التقدم في السن. ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون من جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا بفحص بيانات 220 مشارك لمدة سنتين، وجدوا أنه بعد كل 12 شهر من المتابعة وتقليل 25% من حجم السعرات الحرارية في الوجبة، ارتفع العمر البيولوجي بمعدل 0.11 سنة مقارنة مع 0.71 سنة بين أولئك الذين يتناولون نظامهم الغذائي العادي. يأتي ذلك بعد أن وجد باحثون من جامعة إلينوا أن الصيام ينتج آثار جيدة لإنقاص الوزن من خلال التقليل اليومي من السعرات الحرارية. دراسة جميلة والله، بس أنا من وجهة نظري واللي أشوفه أنه يعني يعتقد الكثير من الناس أن الصيام أن مجرد الصيام يحتم عليهم نزول الوزن، وخاصة يعني ويظنون أن في الصيام بنزل كثير من الكيلو جرامات، وخاصة أن هي فترة زمنية طويلة ما يأكلون فيها أو ما يشربون، ويظنون أنهم يأخذون مثلا أطعمة بهالطريقة أنهم يقللون من السعرات الحرارية. وطبعا هذا الشيء يعني في الواقع غير عن شيء، الواقع تأثير الصيام على تخفيف الوزن يعتمد على كل شخص، يعني يختلف من شخص لآخر، وهذا كله يعتمد على اختيارات الصحية للوجبات والمتزنة، وعلى بعد على ممارسة المجهود الرياضي خلال يعني شهر رمضان. يعني مثلا في ناس احنا نشوف في شهر رمضان يقولون احنا والله نزلنا وزننا، وفي ناس ثانيين يقولون لا احنا زدنا وزننا. شو السبب؟ السبب انهم يوم بيوم بيتناولون الوجبات، رغم ان عدد الوجبات اقل من الايام العادية، لكنها هاي الوجبات مثل الفطور والسحور تكون عالية في السعرات الحرارية أكثر عن الأيام العادية، وهذا اللي يخليهم يزيدون في الوزن. وهذا طبعا في دراسة كانوا مسوينها في السعودية بعد على ناس صيام خلال شهر رمضان، وشافوا أن وزنهم آخر الشهر زاد، وعللوا هالشيء الزيادة أنهم وقت الفطور كانوا يأخذون كثير يعني من الكربوهيدرات الدهون البروتينات وأشياء يعني عالية السعرات الحرارية أكثر من الأيام العادية، وهذا اللي خلاهم يزيدون وزنهم. فيا جماعة الخير، إحنا مو دائما أن يعني هذا الشرط أن لازم الصيام لا وبيخف وزننا وناخذ راحتنا وناكل اللي نبغى، لا، إحنا لازم ندير بالنا على اختيارات الغذائية الصحية، ونبدأ دائما في الفطور بالأشياء الصحية أول، عقب الأشياء إذا بغينا نخربط. إنزين، والمجهود الرياضي. تجربتي أنا. إيه تفضل. إنزين. طبعًا في رمضان أنا دائمًا نهاية الشهر أنقص 4 كيلو 5 كيلو، لكن دكتورة شو اللي صار معايا العام بالتحديد؟ خلص رمضان أنا زايد 5 كيلو. السبب وين؟ كله من علي الخوار، كل يوم عيش ولحم. سعرات حرارية عالية يعني. كل يوم عيش ولحم دكتورة، يعني أقول لك كل يوم عيش ولحم، ما في رياضة يعني في صحيح. الأسبوع مرتين الواحد يلعب كورة ولا شيء. فخلص رمضان لين الحين أنا أعاني من هذا الوزن اللي زدته. شوف أنت يعني عشان شي إحنا نقول يعني هاي يختلف من شخص لآخر، أنت شو بتاكل أو أنت شو اللي بتبذل من مجهود. يعني عموماً أنا سويت الفحص في بداية رمضان، الفحص اللي يسوونه هيئة الصحة في إدارة التغذية السريرية، سويته في بطولة ناس أول يوم، والورقة لين الحين عندي. إنزين، وطلع عمري الافتراضي 40 سنة. إنزين، فبصير أشوف، مو 40 بعد 42 سنة، سوري،
بصير اشوف عندنا باكر ان شاء الله يوم الجمعه اخر يوم الاداره موجوده، فاللي يبغى يفحص ممكن يتوكل هناك على بطوله ناس، تعالوا اول يوم تعالوا بعد موجودين في الخيمه هناك، ممكن تفحصون يسوكم الفحص كامل حق اللي في الجسم كله. وانا اقول خفف من العيش واللحم والقيمات. لا يعني انا اقول لك ما وزنت لي الحين، ما اعرف كم نازل، لكن نازل اللهم لك الحمد، لان ما قمت هذا، رجعت على النظام القديم اللي ينزل في وزني 3-4-5 كيلو لنهايه الشهر على حسب. ف تعرفين من بدا الشهر للحين ما شفت علي الخوار، ترى هذا هو السر، ابتعدت عنه عشان شو عشان خلاص امشي على النظام مالي. عموما تحيه حق الشاعر علي الخوار ابو احمد الله يحفظه، ما ادري اذا يسمعني ولا، لكن اتوقع انه راقد الحين. عموما نحن بعد الفاصل عندنا موضوع ما نتكلم فيه عن التدريب الصيفي في الكثير من المواضيع. بالعكس شباب ما شاء الله، شكرا لك او شكرا لك. قلل السكر والكربوهيدرات، تحريت الخيمة بس الشباب استويت شيبة هي والله زين، يا حالات عيش ولحم. عموما نحن بعد الفاصل نتواصل معاكم مستمعينا، ومنذكركم بسؤال المسابقة إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة، سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج يتقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام عبر اذاعتكم المميزه اذاعه نور دبي. فهمتوا شيء؟ ليش مستعير؟ عشان ناخذ اكبر قدر من الوقت، لان اليوم ضيوفنا. حلقتنا وايد ممتعه، فيها شيء وايد. انزين قبل نتطرق لموضوعنا اليوم دكتوره، ذكرينا بسؤال المسابقه وطرق التواصل. انزين سؤال المسابقه يقول: من الاعراض التي تظهر في الفم ولا يجب تجاهلها؟ 1 اصفرار الأسنان، 2 نزيف اللثة، 3 أسنان غير منتظمة. الإجابة فقط على الرسائل النصية 4006. طبعا الصيف دخل وصيف دبي غير، زاد الحر بعد، توني أقول صيف دبي غير، يعني مفروض أنك أنت توقفين في صفي مو بضدي، هو غير يعني لأنه حرنا ايه غير بعد الحين بدأ زي المهم. وأيضا صيفنا في هيئة الصحة بعد كذلك غير ومختلف تماما، لأن أعلنت هيئة الصحة عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية. هذا الكلام اعتبارا من 15 وحتى 29 من شهر يونيو الجاري. ما حنا نتكلم عن هذا الموضوع، ما نتكلم عن كيفية التقديم والالتحاق بهذا البرنامج الصيفي اللي يقام تحت شعار شو؟ صيفنا غير في عام الخير. صيفنا غير في عام الخير، هذه معانا الأستاذة ميعاد علي يوسف، رئيس مكتب إدارة المواهب في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير. هلا صباح الخير. خبرينا أو أعطينا فكرة عامة عن هذا البرنامج التدريبي الصيفي للطلبة والهدف منه. إن شاء الله. طبعاً تحرص هيئة الصحة بدبي أن تقدم هذا البرنامج بشكل سنوي. يعمل هذا البرنامج طبعاً على إكساب الطلبة اللي هم من المرحلة الثانوية العامة والجامعية على انخراط في العمل بشكل أكثر. من أهداف هذا البرنامج طبعاً تعريف الطالب على بيئة العمل الواقعية، إتاحة الفرصة للطالب لإكساب خبرات عملية أكثر، أيضاً الشغل وقت الفراغ اللي يملأه الشباب أو اللي موجود عندهم الشباب بأنهم يتدربون في العمل بطريقة أكثر، ترسيخ الشعور بالمسؤولية والتقيد بالمواعيد واحترام الأنظمة. جميل. دكتورة ناخذ بس هذه مداخلة من عبد الرحمن أنه مستمع. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا أخوي عبد الرحمن، كيف الحال؟ والله منكم الصيام القيام أستاذ محمود. إن شاء الله منا ومنكم. تفضل أخوي عبد الرحمن. الله يحفظكم. أنا أمس كنت في عيادة البرشة وخدمات الأسنان، طبعا خدمات الأسنان التي كان الناس يعانون من طول المواعيد أصبحت في الأسبوع هذه يعني خطوة رائعة. صدمت أنا أحضرت أن أخذ
من أجل الأذن والعيون. العيون 30/7، 30 الأذن 30/7 والعيون 13/11. طبعا أنا أتصل وأنا متابع ومحب لنور دبي ولهيئة الصحة، ودائما يعني مبادرات هيئة الصحة عالمية بعالمية المستوى، وأنا دائما أقدم هيئة الصحة ومرافقها على أي مستشفى خاصة وعيادة خاصة. لكن حقيقة يعني المواعيد طويلة جدا. إذا الأسنان التي كان الناس يعاني منها بفضل الله خطوات كبيرة، يعني بالأسبوع بعد أسبوع إلى حاجة رائعة جدا. العيون والأذن تستحق كذلك نظرة من الهيئة، والهيئة عندها الكفاءة الكاملة للسبب بإذن الله. يعني والله اقتراح جميل يا أخ عبد الرحمن، وإن شاء الله يعني إن شاء الله عبد الرحمن يعني البرشة ما شاء الله البرشة يعني البرشة نسميها مستشفى لو سميها زين. تعرف شو الأسبوع الجاي عبد الرحمن زين، أنا بحاول أتصل فيك وندى موجودة وأقول له هذا الكلام الله يخليك، لأن هي واحدة مسؤولات عن عن مركز البرشة. عن 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 كل مرافق الهيئة. الهيئة يعني هذه حسنات الأبراسيات المقربين، الهيئة عالمية. يعني هذا الحمد لله الحمد لله اقتراح المحب الحريص. شكرا لك أخوي عبد الرحمن، وشكرا على اقتراحاتك. إن شاء الله نرجع لموضوعنا دكتورة الرئيسي اللي هو موضوع التدريب الصيفي. إنزين بالنسبة للتدريب الصيفي أخت ميعاد، الحين شو شروط الالتحاق في هالبرنامج؟ شروط الالتحاق في البرنامج أن يكونون من مواطني الدولة، أن يكون الطالب أيضا ضمن المراحل الدراسية اللي هي ثانوية والجامعة. هي طبعا يكون أول ثانوي. ما تأخذون أقل؟ لا البرنامج لا البرنامج. أدادي وين يصيرون مساكين؟ يصيرون شو يسوون في الفريج؟ يلعبون؟ يدخلون دورات تدريبية برامج ثانية. تكون من مرحلة الأول ثانوي وطالع طبعا مع المراحل الجامعية، وأن يكون الطالب مستمر في الدراسة، وطبعا شرط أساسي أنه يكون ناجح في المرحلة السابقة. يعني دور ثاني ما دور تأخذون؟ ثاني دور ثاني لا. زي هذا دور ثاني يعني ينحرف يذاكر يذاكر تعطونه فرصة للمذاكرة. والفترة التدريبية بتكون كم مدتها تقريبا؟ الفترة التدريب بتكون من 3 إلى 4 أسابيع، 5 أيام عمل، 6 ساعات عمل بتكون. وأيضا نحن متعودين أن خلال البرنامج الصيفي تسوونه أنتوا أكتيفيتيز بعد وايد في أشياء تسوونها على أساس تنمي القدرات الشخصية عند الطالب. صحيح. يعني مو بأنه مجرد دوام. الحين أتذكر ممكن نصير صيفي دوام نشيل الأوراق ويشغلونا مراسلين كانوا صغارية ولا تايبينج ولا تايبينج ما شيء تايبينج على أيامنا نحن. فايلينج بيكون فايلينج. بتكون في طبعا عدة برامج، منها بتكون في بعض الأعمال التطوعية، زيارة لأحد المراكز الصحية. بتكون في برامج تدريبية بتقدمها الهيئة للطلبة تعزز فيهم مفهوم العمل، الولاء الوظيفي، مهارات، بعض المهارات اللي يستفيد منها الطالب في حياته العملية والدراسية بنفس الوقت. ممتاز. إنزين بس كيف بيكون توزيع الطلبة مثلا على حسب رغبتهم؟ صحيح. ولا كيف تسوي توزيعها؟ طبعا أول شيء نحن يكون في تواصل بينه وبين الإدارات والمراكز الصحية اللي موجودة عندنا في الهيئة باحتياجاتهم من الطلبة اللي محتاجينها. بعدين ميول الطالب وميول الطالب. وإذا كان في الجامعة تخصص الطالب، يعني في طلاب بيكونوا دارسين طب أو في المالية، في الـHR، في إدارات معينة، نحاول ان نوفرهم يعني تدريبهم تكون في هاي في الادارات هنا في الصحة. شيخة تسال تقول كيف ممكن نسجل، يعني وين ندخل في الموقع بالضبط؟ السموحة ما لحقت على البرنامج من البدايه. يكون عن طريق زياره موقع الهيئه، وايضا عن طريق الايميل اللي خاص في البرنامج summertraining@dha.gov.ae. summertraining@dha.gov.ae. ناخذ هذه المداخلة الدكتورة ميعاد وما نرجع. زين تفضل. الو السلام عليكم. سلام ورحمة الله سيد. اختصر سيد عشان بطلع فاصل. محمود حبيبي تفضل. طيب. الله يسلمك وانت بطيب وانت بصحة وسلامة. الله يسلمك. الله يخليك. سلمنا على الدكاترة عند حضرتك. الله يسلمك. الله يسلمك استاذ محمود. الله يكرمك. بالنسبه احنا في دبي هنا في مراكز اللي هي اصغر ومراكز الصف، فاهم ان عندي ما نحصلش حد بيتكلم عربي فيها. اي مركز؟
يعني من ضمن أثر ديت حصلهم كلهم أسويين وما نعرفش نتعامل مع حد. قول لي أي مركز ومتى رحت لهم سيد؟ أثر مركز احنا عندنا أثر اللي هو في مركز صحي. هذا زين، هذا مش تبع الهيئة أعتقد، هذا تبع الوزارة. تبع مين؟ تبع أسرهم نفسهم يعني. أوكي تبع هيئة الصحة؟ لا مش تبع هيئة الصحة للأسف، بس ما علي، ما نكلمهم، ما نحاول نكلمهم ونقول لهم إنه ولا يهمك يعني يحطون حد بالعربي، لأن من حق المريض أو المراجع أنه يكون في شخص يتحدث نفس لغته. صحيح، عشان التواصل يكون أفضل ويكون تعرف سيد يعني حتى أحيانا في مرضى يجون على المستشفى يعني المريض يكون تكون لغته مختلفة تماما، نطلب من السفارة أن يبعثوا لنا مترجم على أساس يترجموا له حالته الصحية. عرفت كيف؟ أيوة. أي من حقك يعني أنك أنت تطلب هذا الشيء، ونحن إن شاء الله ما نحاول عليه ونشوف إذا هم بيتخذوا هذا الإجراء، لكن هو مش تبع الهيئة. جزاك الله خير يا سيد. تامر شيء ثاني؟ أمر. بس كان عندي سؤال بالنسبة لحضرتك بتقول الخيمة اللي هي فحص الحين بقول لك عادي. بعد الفاصل بقول لك إن شاء الله شو بسوي في الخيمة، بخلي ضيفتي اللي بتكون بعد الفاصل تشرح لك إياه بالتفصيل. شو رايك؟ تابعنا، ها لا تروح بعيد. خلاص أوكي حبيبي، شكرا يا سيد، شكرا. ميعاد آخر شيء شو تبغين تقولي لنا قبل أن نطلع فاصل عن البرنامج الصيفي؟ طبعا أشجع كل أولياء الأمور والطلبة بأن يشجعون أبنائهم بالتسجيل عندنا في البرنامج. طبعا بدينا تسجيل من اليوم تاريخ 15 وحتى 29، وإن شاء الله بنبتدي البرنامج تاريخ 16/7. طيب دكتورة قبل أن نطلع فاصل بس يسألون شو السؤال، شو هي الخيارات المتوفرة وكيف ممكن يشاركون في المسابقة؟ إنزين نعيد السؤال مرة ثانية. من الأعراض التي تظهر في الفم ولا يجب تجاهلها؟ 1 اصفرار الأسنان، 2 نزيف اللثة، 3 أسنان غير منتظمة. والتواصل على 4006. رسائل نصية ها؟ بس اللي بيجاوبنا على 4006 شو رأيكم بالإنجليزي أحلى؟ أنا غششكم شوي. لا تري عقب الفاصل، عموما فاصل مستمعينا. شكرا لك ميعاد العلي، مسؤولة لك أو رئيس مكتب إدارة المواهب في هيئة الصحة بدبي. شاكرين لك تواجدت معنا، سامحين عاد المداخلات، يمكن أهم شيء نحن وصلنا الفكرة صح؟ أكيد شكرا لك. فاصل وراجعين بعد الفاصل، عندنا موضوع وايد مهم، ما نتكلم عن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم وخدمات هيئة الصحة بدبي في مجال التبرع بالدم، وأيضا عن التغذية للمتبرع بالدم. فبتكون معانا عبر الهاتف دكتور مي رؤوف، وفي الاستوديو دكتور وفاء عايش. فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600551414، وعن طريق الرسالة النصية نستقبل سؤال حلقتنا اليوم اللي يقول: من الأعراض التي تظهر في الفم ولا يجب تجاهلها؟ 1 اصفرار الأسنان، 2 نزيف اللثة، 3 أسنان غير منتظمة. إجاباتكم على الرسالة النصية 4006. هذه ما شاء الله ما شاء الله، نحن كنا أخو أخت كنا نتكلم في الفاصل يعني في بعض المواضيع، ف يعني ما شاء الله تبارك الرحمن قالوا 19 أكثر عنا. ما علينا، ما أغلبكم إن شاء الله، ما أغلبكم. عموما موضوعنا القادم احنا تحدثين عن اللي هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم وخدمات هيئة الصحة بدبي في مجال التبرع بالدم، وقلنا لكم عندنا ضيفة جدا مميزة عندنا في الاستوديو اليوم هنا، وهي الأستاذة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا هلا بدري، صباح الخير، نورتنا اليوم. يسعدك. أيضا عندنا عبر الهاتف دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. صبحت الله بالخير دكتورة. صباح النور والسرور، يا أهلا بكم. ليش ما جيتينا الاستوديو؟ كنت نورتينا يا دكتورة. والله تسلمون، منور بيكم والله. ما قطفتوني بس أدنى يعني فعاليات going live الله يعطيك العافية دكتورة.
طيب نتحدث عن يوم المتبرعين بالدم وأهمية هذا اليوم دكتورة، ونتكلم عن الأنشطة والفعاليات اللي أنتم مرتبطين فيها بشكل سريع. تفضلي دكتورة مي. طبعا أشكركم جدا، لأن صراحة من خلالكم كثير توعية وتثقيف للجمهور عن تبرع بالدم اللي هو عمل تطوعي وما إلى مصدر غير الإنسان. بالنسبة لليوم العالمي للمتبرع بالدم، اختارت منظمة الصحة العالمية يوم 14 جون يونيو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ومن خلاله طبعا يتم تقديم الشكر والعرفان للمتبرعين المتطوعين اللي يتبرعون بدمهم بدون أن يعرفون إلى أين يذهب هذا الدم ومن هو المريض، بغض النظر عن شكله ولونه ودينه وجنسيته. وهذا طبعا عمل نبيل يساهم في إنقاذ حياة المرضى الكثيرين اللي ما يكون في لهم علاج سوى الدم أو مشتقاته. ليش اختاروا يوم 14 يونيو؟ لأن هذا اليوم هو يوم ميلاد العالم كارل لاندشتاينر المكتشف فصائل الدم. فهو اللي اكتشف فصائل الدم اللي هي الأي والبي والأي بي والأو، ومن تم الاكتشاف طبعا بدأ التطور السريع والتقدم في مجال نقل الدم، وتغيرت حياة وايد ناس بعد. أكيد طبعا شيء جميل دكتورة، هو عمل ثورة في عالم نقل الدم. صحيح دكتورة. إنزين دكتورة، لو تعطينا بس نبدأ عن الأنشطة والفعاليات في هذا اليوم من يعني هيئة الصحة في دبي، شو تسوينا في هذا اليوم؟ شو الفعاليات؟ طبعا بس أحب أذكر أنه منظمة الصحة العالمية كل سنة تختار عنوان لليوم العالمي، ففي هذه السنة الثيم هو التبرع بالدم، تبرع الآن وتبرع باستمرار. وهذا طبعا يؤكد على أهمية أنه الاستمرار والتبرع بالدم المنتظم، لأنه طبعا يؤثر على سلامة المرضى لما يكون الشخص متبرع منتظم بنفحصه عدة مرات، فيكون في زيادة لسلامة نقل الدم من جهة المريض متلقي الدم. بالإضافة طبعا إلى أن التبرع بالدم المستمر فيه الكثير من الفوائد بعدين نتطرق لها. بالنسبة للأنشطة طبعا احنا عملنا كثير من الأشياء توعوية وتثقيفية، برامج تثقيفية وتوعوية، ساهمت طبعا إدارة الإعلام والتسويق في هيئة الصحة في دبي بدعمنا في بوسترات جدارية، في منشورات، في هدايا بسيطة للمتبرعين بالدم، كلها تحمل شعار اليوم العالمي للمتبرع بالدم لهذا العام عام 2017. ممتاز. إنزين دكتورة، خلال شهر رمضان المبارك كيف مواعيد العمل في مركز دبي للتبرع؟ ممكن تعطينا بس نبذة؟ نعم، احنا بنفتح يوميا من الأحد للخميس من الساعة 9 إلى الساعة 2 ظهرا للأشخاص اللي غير صايمين، ونفتح بعد هذا يوميا كذلك من الساعة 8:30 إلى الساعة 1 ليلا لاستقبال المتبرعين بعد ما يفطرون ويجون يتبرعون. والحمد لله طبعا هذا العام في عندنا عدد كبير من المتبرعين وإقبال جدا جيد جدا من جميع الجهات الإنسانية والجهات الحكومية. جميل. والجهات اللي نظم معهم حملات الحمد لله. أنا نسيت والله، كان مفروض أغير سؤال حلقة اليوم، لكن تبغي أسأل شو كيف تقدر تخسر 650 سعرة حرارية وانت قاعد؟ ها دكتورة وفاء، كيف بالتبرع بالدم وانت يارس؟ لأنه بيتبرع حوالي 450. دكتورة ما يسعدك يا رب. الله يسلمك دكتورة حبيبتي، كيف حالك؟ الحمد لله ربي يخليك، مجهود رائع. زين، شو ممكن نحن نتحدث نحن في رمضان دكتورة وفاء، يعني شو أهم النصايح اللي لازم الواحد يسويها، النصايح الغذائية على أساس قبل يروح يتبرع بالدم؟ زي ما تفضلت محمود لما تكلمت إنه الواحد بيحرق سعرات حرارية، تنتين بيحرق بسهولة، الرضاعة الطبيعية للمرأة المرضعة لطفلها، عشان هيك دائما بنشجع عليه، والتبرع بالدم بيحرق سعرات حرارية وهم جالسين.
طبعا كونه بيفقد حوالي 450 ML تقريبا. صلحيني دكتورة مي إذا في تصليح. لا لا صحيح. في كل في المرة الواحدة يجب أنه نعوضها، وبالتالي قبل وبعد نركز على السوائل، هذا أهم شيء أنك تركز على السوائل لتعويض الدم خلال لأنه خلال 24 ساعة بيرجع للوضع الطبيعي. في كمية معينة يعني دكتورة السوائل يعني هلأ هتكلم عنها، بس ضروري كمان زي ما تفضل محمود دكتورة بدرية أنه نركز على الأغذية زي ما تفضلت الدكتورة مي، بيفحصوهم فيجب أن يكون معدل الحديد عندهم عالي، وبالتالي أنا أكل أكل عالي بالحديد وامتصاصه سريع، يعني زي اللحوم الحمراء، الكبد، الدجاج، كبد الغنم، الأطعمة اللي فيها اللحوم بكلها بأنواعها الحمراء، على أني أنا لو أخذت الخضار العالية بالحديد زي السبانخ أو المشرومز أو الملوخية أو أيا من البقوليات بأنواعها جدا عالية، لكن الامتصاص جدا صفر طبعا، فأضيف معاها فيتامين سي حتى أدعم عملية تفعيل امتصاص الحديد عشان لما يروح المتبرع يكون عنده الدم، وهذا يعني لما بكون أنا مخطط على الأقل 3 أسابيع قبل. هلأ الإنسان الطبيعي لكل على حسب وزنه الدكتورة بدرية بياخد المي، لكل كيلوغرام بياخد 35 ml مي. بفضل في اللحظة اللي هو متبرع فيها أو تبرع فيها أنه ياخد مثلا أمر الدين، كركديه، الأطعمة اللي هي شمندر، البنجر، الأشياء اللي بتعطي هذا بعد ما يتبرع يعني. بعد ما يتبرع، وأهم شيء الغني بالفيتامين سي زي الكيوي مثلا. أنا قدمت وايد حلقات عن التبرع بالدم، ما يعني شت هذا السؤال قبل الدكتورة مي، بس توا يعني يقول لي شو الفرق بين دم الإنسان والحيوان؟ في كثير في فروقات بأشكال كريات الدم الحمراء، فما يصلح الموضوع صح؟ ما يعني يصلح لا يعني لأن في بعض الأعضاء مثلا في أعضاء معينة في بعض الحيوانات ممكن واحد يزرعها عند الإنسان أو صمامات، نحن نعرف الصمامات اللي في القلب ممكن واحد يأخذها من الحيوان، ولكن بالنسبة للدم ما يصلح أن الواحد يحط له دم حيوان في جسمه؟ لا لا يصلح، لأنه أكثر الحيوانات ما عندها أصناف دم حتى يعني هذا أصناف الدم الأي والبي وفحوصات الطبابة قبل نقل الدم إلى المريض عشان تي سألتها طيب وحدة تقول لنا إذا نسبة الهيموغلوبين في الدم 14 هل بيتأثر هل بيأثر علي إذا أنا تبرعت بالدم؟ بالعكس أحسن. لا بالعكس، 14 إذا هي يعني أفضل بالعكس جدا جيد، والتبرع بالدم ما يأثر عليها. احنا طبعا في فحوصات اللي نعملها قبل التبرع بالدم هي للتأكد انه التبرع بالدم لا يأثر على المتبرع بالدم، ما نحب انه يكون المتبرع حتى على اقل مستوى بالنسبة لفضاب الدم اللي هو الهيموغلوبين، بس نحط يعني مثل ما نقول safety margin انه حتى بعد التبرع بيبقى هو اعلى من المستوى الطبيعي بقليل حتى يبقى محافظ على فعاليته وعلى نشاطه بعد التبرع بالدم. انزين دكتوره يعني قبل التبرع هي في فحوصات يعني تنعمل قبل التبرع. انزين بالنسبه لو بغينا بالمختصر نعرف فوائد التبرع بالدم عشان المستمعين يشجعون ويصيروا يتبرعون. العفو ما فهمت عمليه فوائد التبرع بالدم. ها نعم طبعا الفوائد التبرع بالدم ثبتتها كثير من الابحاث انه التبرع بالدم المستمر ينشط نخاع العظم، يساعد الجسم على انتاج خلايا دمويه جديده، والتبرع بانتظام يقلل من نسبه الاصابه بالجلطه القلبيه والجلطه الدماغيه، وكذلك يقلل من نسبه الحديد الزائد بالدم. بالنسبة مثلا في ناس عندهم وراثيا في عندهم ارتفاع في نسبة الحديد، وعند المدخنين طبعا ترتفع نسبة الحديد، فيكون التبرع بالدم شيء جيد جدا بالنسبة لهذا الشخص لأن يقل من نسبة الحديد الموجودة بالدم. طبعا هذا بالإضافة إلى أنه عمل إنساني نبيل ومن أثمى الأعمال الإنسانية، لأن عشان كذا دائما احنا نشجع الناس انهم يتبرعون بالدم اكيد. وطبعا عمليه التبرع امنه وسليمه، جميع المواد المستخدمه معقمه وحبل الله، وطبعا دعم قياداتنا جميع مراكز التبرع بالدم الرئيسيه في دوله الامارات معتمده من قبل جمعيه بنوك الدم العالميه
المعروفة بصرامة معاييرها. ففي كثير من الإجراءات لضمان سلامة المتبرع وطبعا سلامة مريض متلقي الدم. هل فوائد التبرع بالدم يعني توازي الحيامة دكتورة؟ كمية الدم المسحوبة بالتبرع بالدم أكثر ومسحوبة من الدورة الدموية المركزية. الحجامة تكون في مكان معين وكمية الدم تكون أقل. بس طبعا اللي يتبرعون بالدم بصورة مستمرة يعني منتظمة دائما يقولون أنه تساهم في تقليل آلام المفاصل أوجاع الرأس الآلام اللي تصير بالعضلات. ففي ناس من يجونا مثلا ويكونون هم متبرعين منتظمين ومثلا لأي سبب تقول له مثلا اليوم مثلا عنده أسنان أو دي أخذ مضاد حيوي تقول له ما تقدر تتبرع بيضايقون لأنه متعودين على التبرع فيقلل من الصداع يقلل من الآلام. مرضى السكري يقدرون يتبرعون لأن أكثر من شخص سأل مريض السكري يقدر يتبرع بالدم ولا لا؟ إذا يأخذ حبوب لتنظيم السكر ويكون منتظم بمعدلات المقبولة السكر يوم التبرع يقدر يتبرع. وشو إذا يأخذ إنسولين ما يفضل تبرع ما نأخذ إحنا المتبرع يعني هاي أنظمة عالمية لضمان سلامة المتبرع نفسه. إنزين شو بعد الأمراض الثانية اللي بعد يعني تمنع الإنسان يتبرع بدمه؟ طبعا المتبرع بالدم لازم يكون بحالة صحية جيدة ما يكون عنده مثلا حرارة ما يكون عنده مثلا انفلونزا أو مثلا يكون تعبان يوم قبله أو يوم التبرع بالدم. بالإضافة طبعا الأمراض المزمنة مثل أمراض الفشل الكلوي أو أمراض مزمنة بالرئة أو أمراض القلب اللي فيها قصور في الدورة الدموية أو مثلا الأمراض الوراثية مثلا مثل الثلاسيميا والأنيميا المنجلية أو المصابين بالأمراض السرطانية كل هؤلاء الأشخاص لا يفضل تبرعهم بالدم لأن يعني التبرع بالدم حيكون في ضرر على المريض ويكون يعني غير صالح في بعض الأحيان الدم للمرضى. طيب. بالإضافة طبعا في كثير من الشروط يعني اللي مصاب بالتهاب كبد سابقا لا يجوز تبرع بالدم. اللي عنده نقص حديد ما طبعا لا يجوز لأنه في ما يتبرع شروط فحيكون نسبة الهيموغلوبين عنده قليلة فما حنقدر. جزاك الله خير دكتورة مين حن شاكرين لك تواصلت معانا أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ما شاء وايد أسرع عندنا لكن دكتورة. الوقت قاعد يداهمنا فشكرا لك دكتورة شكرا يعطيك العافية دكتورة شكرا الله يعافيكم شكرا على دعمكم. نرجع لك دكتورة وفاء يعني حتى المتبرع نحن بس قبل هذا نوقف استقبال الإجابات على سؤال الحلقة. سؤال الحلقة كان يقول دكتورة أعطيني السؤال والإجابة صحيح. الأعراض التي تظهر في الفم ولا يجب تجاهلها هي نزيف اللثة. نزيف اللثة طيب شو الأطعمة أو الأشياء اللي لازم نحن نتجنبها قبل التبرع بالدم؟ الأشياء اللي بتضعف قوة الحديد اللي هي الأطعمة اللي ما فيها اللي بتساعد على عدم امتصاص الحديد زي الشاي الكافيين القهوة التوت البري بعض أنواع الأطعمة اللي هي في بالألياف هاي بتخلي امتصاص الحديد عن طريق الأكل ضعيف وبالتالي امتصاصه أبطأ ما ننصح فيه. لكن بعد التبرع دائما من نعطي الشخص المتبرع نشويات بسيطة زي تمر مع كاسة عصير مع مثلا قطعة خبز. تقصدين هذا قبل ما يتبرع؟ بعد التبرع هذاك قبل التبرع عشان ما يأثر على الامتصاص يبتلع عن الكافيين والأشياء اللي فيها كافيين عالي وبعض بعض الفواكه زي التوت البري الرويل يعني قبل بأسبوعين في مرحلة التحضير تقصدين؟ ايه نعم يعني 3-4 أيام فقط لا قبل. طيب. لكن بعد التبرع بالدم لازم على طول مباشرة بنعطيه سوائل وبنعطيه نشويات بسيطة حتى الامتصاص يكون سريع للسكريات. نحن منوقف موضوع التبرع بالدم بس خبرينا الفايز. زين الفايز بسؤال اليوم هو محمود جهاد عبد الباري. ألف مبروك محمود جهاد عبد الباري فاز معنا ب 500 درهم. دكتورة نحن قبل الفاصل وعدنا سيد ناس. إن نحن نتكلم عن الناس فخبرينا نهيتنا موضوع هي موجودة لأي حد طبعا مجرد في ند الشبة بطولة ناس وإحنا متواجدين هناك إدارة التغذية العلاجية آخر يومين يوم الجمعة إن شاء الله يروح الشخص يفضل إنه يروح لأنه بيكون بعد التراويح لأنه إحنا بنفضل لما يوقف على الميزان يكون على الأقل في ساعتين أو 3 ساعات
ماكل مش ماكل وجاي يوزن عشان يكون الوزن صحيح. في بيكون وزن ببين عندك الكتلة العضلية، المي، العظم، نسبة الشحوم، نسبة الدهون، نسبة الجفاف في الجسم. فطبعا هاي الفحوصات بتنعمل، وفي فحوصات تانية كمان جمنا على الجهة الثانية من سالم. فطبعا جهازين بيعملوا الفحوصات كاملة لحتى يطلع لك انت عندك نقص في التغذية او في العناصر الغذائية او في عندك زيادة في الوزن والدهون. دكتورة من الساعة كم من الساعة كم موجودين؟ احنا موجودين الصبايا بيكون من 8:30 لين 1 لين الساعة 1 في الليل. نعم. زين، يعني تحضر الفعاليات مالت بطولة ناس ممكن تمر تشوف جميلة البطولة. انا بشجع اي حد، يعني في مسابقات حتى عنا يوم جميل هو جديد. فعلا جميل يعني حتى داخل، يعني حتى مش اللي ما بده مثلا يلعب رياضة او يشوف المسابقات، حتى داخل الخيمة في كتير نشاطات لجهات حكومية من ضمنها هيئة صحة دبي طبعا. حلو جميل. طيب دكتورة وفاء، في شيء تبغين تضيفين عن التبرع بالدم او شيء؟ بالنسبه للناس اللي عندهم فقر دم وحابين يتبرعوا بالدم، حاولوا انكم تقووا خضاب الدم عن طريق اتباع الاكل اللي فيه غني بالحديد وغني بفيتامين الف، مثل زي الكبده، اللحم الحمراء، الحمراء بدون دهون، الفواكه، شمندر. شوف البنجر بحد ذاته عالي بالحديد، لكن زي ما قلت اي نوع من الفواكه والخضار، سبانخ، ملوخيه جدا عالي، البقوليات جدا عاليه، لكن امتصاص صفر بالنبات والفواكه. فاضيف عليه فيتامين سي، يعني قص الليمونه اعصرها وكل مع كل الاكل حتى يكون الامتصاص عالي. طيب نحن شاكرين لك دكتورة وأيضا كل الشكر لدكتورة بدرية الحرمي على مرافقتك لنا في هذه الحلقة، ونشوفك إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله نشوفكم على خير إن شاء الله، ونورتونا ضيوفنا الكرام اليوم. الله يسعدك. وكان الموضوع وايد ممتع وصراحة مفيد. ونشجع كل الناس أن هي تصير تتبرع، لأن هذا مثل ما قلنا عمل إنساني، وتذكروا أن في تبرعكم تنقذون حياة ناس محتاجين لدمكم هذا. إذن حتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلو، كانت معنا في التنسيق ميرا الغفلي، مشكورة يا ميرا، وعيسى سبيل. عيسى طبعا بوز وشي يعني يبي البرنامج يعني خلاص اختم، عيسى خلاص ما يبوز دائما مبتسم. عموما وصلنا إلى ختام الحلقة، نشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.